ذاتي باك يوم واحد جوج ثلاثة صافي فيهم اخوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة سيدة بيجا. وكما وعدناكم يوم الاحد كنجيب لكم جديد، ومن هذا المنبر كنشكر احد الباعة تعاونوا معنا حول الفيديوهات، واللي عجبته شي حاجة يتصل بينا ويكون لنا الخير ان شاء الله. وما تنساوناش بابوني وجاب، واللي عجبو الفيديو يخلينا لي كومونتير ديالو. اخوان كما كتشوفوا معنا كنتواجدوا في سوق القرعة في الدار البيضاء، ومعنا هذا المولوع، مولوع كبير تبارك الله، اللهم بارك، راه عالم عالم القطاط كما كتشوفوا معنا. ورينا خويا المشيشات اللي عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. هذه المشيشه عندنا انغوغاتور، هي الماركه تجي من تشوكي. تبارك الله. انغوغاتور. عندنا هذه البياسه هذه هي شانشيلا. شانشيلا. هيمالايا. شانشيلا هيمالايا. كتكون مزغبه. كما كتشوفوا الاخوان شانشيلا هيمالايا. مزغبه عاوتاني. هي. هي بالنسبه للعمر ديالها عندها شهرين. كما كتشوفوا الاخوان عندها شهرين. الشاق ملي كتلعب شهرين كنبداو السنينات ديالها بحال هاد الشكل، يلاه كيما كتسمعوا الاخوان شهر هي باغا تشعل الشاق، شهر باغا تشعل الشاق، شهر كيوليو كبر من هذا كيما كتسمعوا الاخوان بحال هاد الشكل. هذا عندنا هاد الشكل حتى هو انبوغاتور ولكن ماركه اخرى. تبارك الله اللهم بارك. كيما كتسمعوا الاخوان هذا راه مولوع عالم القطاط تبارك الله، تحيه لكم هذا المنبر، الله يكبر بك. يكونوا لي بات ديالو بربعة بيضين كما كتشوفوا الاخوان بحال بليريس، لي بات بربعة بيضين اللهم بارك. باش باش كتعرف الانغورا، باش كتعرف الانغورا لي بات بربعة بيضين ديالو اييه كيكون هنا بحال التيكل. تبارك بحال التيكل صحيح. والاثمنه ديالهم اخي الكريم اثمنه خويا كل واحد على حساب، هذا بحال 400 درهم كما كتسمعوا الاخوان، هذا 400 درهم هذا 500، هذه شويه قاصحه حتى كما كتشوفوا السوق كامل ماشي غير عندي انايا. هذه بانسي شانشيلا، هذه لا شانشيلا شانشيلا هذا كتشوفوا هي وقت زاد الصغار، هذه الثمن 700 درهم ديالها ثمن جد مناسب تبارك الله. بالنسبه للبيرسون ما عنديش دابا، عندي البيرسون تدير 5000 درهم 6000 درهم 7000 درهم تبارك الله كما كتسوى الوليدات تيديروا 2000 درهم الله يحفظك. بغا شي حاجه مزيانه راه عندي في الدار، عندي في الدار مرحبا خويا مرحبا بكم. وهاد القطه اللي كاينه هنايا هادي سيامو، سيامو تبارك الله اللهم بارك. دابا وقت ديال لاشالور، دابا نتاويش قريبا كاع باغيين نتزاوج ياك. بالنسبه للانسان اللي ما عارفش ولا هذا الله يحفظك خويا، وقت الزواج دابا الربيع كاع نتاويش كيبغيو نتزاوج كيبغيو نتزاوج كما كتشوف الاخوان كتصفي الزغبه ديالك، الزغبه ديالي ما كتبقاش تكون قبل من تزاوج. نعم اخويا راه الزغبه هاد اللون بحال هاد. نعم اخويا ملي كتبغي تزاوج كتشوف الزغبه كامله. انا خويا الثمن ديال اخويا هادي هادي الثمن ديالها رمز شحال الثمن ديال كما كتشوفوا الاخوان، راه الثمن جد مناسب. واللي بغى شي حاجه الاخ كيتواجد سوق العيون بالدار البيضاء ديما يوم كل يوم السبت واحد، الله يكبر بك الله يحفظك. تحيه الاخ بسام زماد، تحياتي الله يحفظك. ما تنساوش جيم الكومونتير الله يكبر بك، وتحيه من هذا المنبر من قناه سينكا بيكا. وشكرا للاخ كريم بارك الله فيك. شوفوا معنا المشيشه هاهي تبارك الله هاهي، الثمن راه جد مناسب. شحال عندها في العمر اخويا؟ ماقدرش نقول لك. تقدر تقول لي راه بيضاء تبارك الله زوينه، والثمن ديالها راه كيقول 200 درهم الاخوان. هاهي واللي بغى الاخ كيتواجد معنا في سوق العيون بالدار البيضاء كل يوم السبت واحد، البياسه راه زوينه ورخيصه بزاف. شكرا اخي الكريم الله يخطيك بارك الله فيك. هو كما كتشوفوا معنا الانغورا هو 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 تبارك الله راه بياسه زوينه، والثمن ديالو الاخوان راه 500 درهم باقي صغير تبارك الله، اللي بغاه مرحبا به. بياسه راه زوينه تبارك الله، كان عايش في فيلا كما كتشوفوا الاخوان راه كان برك في الدار في الفيلا، راه بياسه راه زوينه تبارك الله اللهم بارك. الله يحفظك شكرا اخي الكريم الله يحفظك الله يحفظك. هو هذا المشيش هذا مشي ولا مش سيامو؟ الثمن ديالها كما كتشوفوا الاخوان 300 درهم ها هي. واللي بغاها راه كيتواجد الاخ سوق العيون الدار البيضاء كل يوم السبت الاحد الله يحفظك. كما كتشوفوا الاخوان المشيشه تاع هي ها هي سيامو، شحال الثمن ديالها اخويا؟ كما كتسمعوا الاخوان 250 درهم يا سارة.
شكرا اخي كريم. كما اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في سوق قرع بدار البيضاء. كاين هاد المارينوات تبارك الله راه بيور راس تبارك الله كما كتشوفوا معايا. ها هي تبارك الله، ها هي بيسره زوينه. وكاين باش يونا الناس. ها هي يونا، يونا ها هي. وراه كاينين حتى الوليدات ديال الاخوان اللي بغا شي حاجه مرحبا بها. هما فريخات راه كاينين شي حاجه طوب. هما الوليدات ديالها، الوليدات ديال المالين اللهم بارك. واللي بغا شي حاجه الف مرحبا. بياسات كما كتشوفوا راه محرين الاخوان، وتمهم حتى هي كتشوفوا معايا. بياسات راه زوينه تبارك الله. الوليدات الاخوان ها هما غاديرهم في الديكوب هنا تبارك الله اللهم بارك. ها بياسات ها هما. واللي بغاهم الاخوان مرحبا به. راه كنتواجد في سوق قرع عبد الربيضة. وهاد الاخر غناخذ هذا التليفون ولا حب شي حاجه مرحبا به. كما كتسمعوا الاخوان عندو الدوبرمان وعندو البيرجي، ونخلي لكم التليفون ديالو اللي بغا شي حاجه مرحبا به. حتى الفريخات راه زوينين تبارك الله هما، بصحة جيدة. واللي بغا شي حاجه ما كتشوف هذا الروت تبارك الله اللهم بارك. وقفوا اخويا الله يحفظك. ها هو روت. شحال عنده في العمر اخويا؟ 6 شهور كما كتشوفوا الاخوان، عندو 6 موا 6 شهور. والثمن ديالو كما كتشوفوا الاخوان الثمن راه جد مناسب 1400 درهم. ها هو بياسة زوينة. شوف الثمن راه جد مناسب 1400 درهم. واللي بغى الاخوان مرحبا به. التليفون راه عندي ومرحبا بكم الاخوان. هاني اخوان، اخوان كاين هاد الكلبه ديال لابرادور ها هي. شحال عندها في العمر اخوان؟ عام وشهر. والثمن ديالها اخي كريم؟ كما كتسمعوا الاخوان هاد لابرادور عندها عام وشهر، والثمن ديالها 1500 درهم. وقف نشوفوا الله يحفظك. كما كتشوفوا الاخوان ها هي. كما كتشوفوا الاخوان يا سارة زوينة. شكرا اخي الكريم بارك الله فيك. اخوان كما كتشوفوا هذا المولود صغير تبارك الله، مولود الكلاب. ها هو شحال الثمن ديال اخويا هذا البيجي؟ 1500 درهم. شحال هذا في العمر ديال اخويا؟ يلا كملت 10 شهور. كما كتشوفوا الاخوان ها هي بيجي طوب تبارك الله اللي بها مرحبا به. بياسة زوينة عندها 10 شهور والثمن ديالها 1500 درهم كما كتشوفوا. هاي شكرا اخي الكريم. اخوان لي فان ديالنا كاين هاد البلجيه مخلطه بالمالينوا، واللي بغاها مرحبا به. الثمن ديالها راه كيوصل 2500 درهم ياك، 1500 عفوا اخوان كتوصل 1500 درهم. والعمر ديالها راه عندها عام وشهرين ياك. واللي خصاتو شي حاجه مرحبا به تبارك الله راه زوينه. ها هي كما كتشوفوا اللي باغا كلاب الحراسه مرحبا به. ها هي راه كليبه زوينه. جونتي جونتي شير جونتي جونتي كما كتشوفوا راه كليبه زوينه اللهم بارك. وتا العمر صغير ولوين فيه راه زوين. ولا خصاتو شي حاجه مرحبا بها الاخوان. عفوا هاد الاخ راه كيتواجد معنا في القرعه كل سبت وحد. ولا خصاتو شي حاجه مرحبا به. اخوان كما كتشوفوا معنا هاد مالين تبارك الله فريخ. ها هو هك ها هو كما كتشوفوا معنا الاخوان. شحال الثمن ديال اخويا؟ 2500. شحال عنده في العمر؟ 5 شهور. 5 شهور وجوج سيمانات. ها هو الاخوان السيد راه كيتواجد معنا في القريعه. الكلب راه عنده 5 شهور وجوج سيمانات، الثمن ديالو 2500 درهم. هاو شكرا. الناس محبين كلاب مالينوا كاين بياسة تبارك الله. هاي الشاربوني كما كتشوفوا بياسة راه زوينة. شحال عنده اخويا في العمر؟ كما كتسمعوا الاخوان عام وشهرين. ها هو الثمن ديالو اخويا؟ كما كتسمعوا الاخوان 2000 درهم. ها هو دوزو الثمن ديالو 2000 درهم اخوان. اللي بغا زوين
شكرا اخي كريم. اخوان كما كتشوفوا معنا هذا لابرادور تبارك الله، هو اللهم بارك. شحال انت بالعمر اخويا؟ عامين. شحال الثمن ديالو؟ 2000 درهم كما كتسمعوا الاخوان، الثمن ديالو 2000 درهم. عندو كارنيت باك صح؟ ها هو عندو عامين ولا خصها شي حاجه. مرحبا الاخوان، لابرادور، الناس محبين كلاب لابرادور. هاي هو كما كتشوفوا الاخوان الدانوا. ها هو شحال عنده في العمر اخويا؟ 4 شهور. 4 شهور. الثمن ديالو كما كتسمعوا الاخوان 500 درهم. ها هو كليب دانوا. تبارك الله، اللهم بارك. اخويا كما كتشوفوا هذا الروت تبارك الله. شحال انت في العمر اخويا؟ 8 شهور. كما كتشوفوا الاخوان 8 شهور. وي وي 8 شهور تبارك الله، بصحة جيدة. هو كما كتشوفوا الثمن ديالو اخي الكريم 2500 درهم كما كتسمعوا الاخوان. 2500 درهم ها هو. اللي بغى الاخوان الاخر كيتواجد في القريعة. شوفوا قلعة عبد الدار البيضاء كما كتشوفوا تبارك الله، الصحة ديالو راه مزيانة. أبو جيزور أبو جي، الله يفتح عليك معلم. كاين ديسيبلين وكاين حتى القباحة، الناس راه زوينة. شكرا اخي الكريم، الله يفتح عليك، الله يفتح. اخوان الناس محبين العسكي، ها هما كاينين البيسات تبارك الله كما كتشوفوا معنا. شحال عندهم في العمر اخويا؟ 4 شهور. 4 شهور كما كتشوفوا الاخوان عندهم 4 شهور. والثمن ديالو اخويا؟ ها؟ الثمن ديالهم؟ باغي من جوج ولا الواحد؟ الواحد. كما كتشوفوا الاخوان هذا راه 1200 درهم وهذا راه 1000 درهم عفوا. فوالا هذا راه 1200 درهم وهذا 1000 درهم، والعمر ديالهم هذا 14 اخوان. ولا خصك شي حاجه مرحبا به كما كتشوفوا. ربي تبارك الله زوين. شكرا اخي الكريم. اخوان كما كتشوفوا هذا المولوع تبارك الله، ها هو صغير. شحال هذا الروطه اخويا؟ 1700 درهم الاخوان. شحال هذا في العمر؟ كما كتشوفوا الاخوان عام 14. 1700 درهم. وقف اسمي اخويا؟ اه هادو كيما كتشوفوا الاخوان. نو هي راه فيها الديسيبلين وفيها حتى القباحه تبارك الله. لا طاط شر ما خلق. هذاك الشيء اللي كتشوفوا. اون شالو دابا ذكرت كوبله دابا. كيما كتشوفوا الاخوان؟ شويه من ربي تبارك الله. كيما كتسمعوا الاخوان واللي بغاها مرحبا به. الاخر كيتواجد معنا في القريعه كل سبت احد راه كيجي. 1800 كي قلت ثمن 1800 دابا كوبله. ها هي عندها عام 14. عام 14 واللي بغاها الاخوان مرحبا به. كتبدل الزغله. شكرا اخي الكريم. كتشوف معنا الدوبرمان تبارك الله، اللهم بارك. ها هي بصحه جيده تبارك الله. الثمن ديالها 1500 درهم، لاج ديالها عامين. واللي بغى الاخ يتواجد معنا في القريعه السوق. ها هي بيسه زوينه تبارك الله. كما كتشوفوا الاخوان هنا كنتواجد في سوق القريعه عبد الدار البيضاء. والاخ راه بغى يبيع تبارك الله هذه دير جيب مالي الوا كما كتسموا. بيسه راه زوينه الثمن ديالها 1400 درهم. بيسه هذه هو ما هو هاي تبارك الله هو ها 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 ها
يبغى الاخوان مرحبا به الاخر كيتواجد معنا في سوق القرايه الله يحفظك خويا اللي يبغى مرحبا به فهد مسكين اخوان واحد دوبرمان تبارك الله اللهم بارك ها هو الناس محبين دوبرمان تبارك الله الصحه ديالو مزيانه ها هو كما كتشوفوا شحال عندو في العمر اخويا كما كتسمعوا الاخوان عندو عام ونص الثمن ديالو اخي الكريم كما كتسمعوا الاخوان 7000 درهم ها هو ربيس زوينة الناس محبين كلاب دوبرمان تحياتي اخويا شكرا شكرا اخي الكريم الله يفتح عليك ها شكرا بيرجي بيكل بيرجي حوت المالين شحال الثمن ديالك؟ كما كتسمعوا الاخوان 1500 درهم هاد البيرجي هادي شحال الثمن ديالها؟ 1200 شحال عندها في العمر؟ عندها شي 9 سنين كما كتسمعوا الاخوان عندها من 9 ديال الشهر الى 10 شهور 1200 درهم قلت ياك وهذا هذا 1500 كما كتشوفوا الاخوان يا ساتر هما كنت واجد في سوق القلعه عبد الدار البيضاء اخوان كما كتشوفوا معنا هذا بيرجي تبارك الله اللهم بارك شحال عنده في عمرو هذا؟ شحال عنده محمد؟ محمد شحال عنده؟ شحال عنده؟ عنده شي 3 شهور اخويا 3 شهور والثمن ديالو اخويا؟ الثمن ديالو شوف كما كتسمعوا الاخوان 2000 درهم بيرجي كما كتشوفوا الاخوان بيرجي ارمو لاكاس تبارك الله الثمن ديالو 2000 درهم وهذا اخت هو راه كيبيع حتى كيبيع الكروكات اللي بغاه مرحبا بها هو راه كتواجد في القريعه عندنا ديال برا ديال برا كروكات ديال برا اخوان شحال ديال الخنشه هذه؟ الخنشه ديال اخويا 300 درهم هذه 300 درهم شحال بها كيلو؟ 20 كيلو 20 كيلو وهذيك ديال المشيشات 80 درهم 80 درهم وهذيك الاخرى اللي حداها جوج من 25 فرانك 250 درهم الاخوان ديال برا هذا واللي بغى هذا البيرجي تا هو تبارك الله كما كتشوفوا بيرجي الو ها هو تبارك الله زينات ايكو ايكو تبارك الله وكما كتشوفوا الاخوان شكرا اخي الكريم الله يفتح عليك الناس محبين كلاب هاسكي لكن هذه البياسه تبارك الله كما كتشوفوا ها هي هذا الاخ ولد مصطفى تحياتي اخي كريم شحال عنده خويا في العمر هذا؟ عنده شي عام كما كتسمعوا الاخوان عام والثمن ديالو؟ 1500 كما كتسمعوا الاخوان راه الثمن جد مناسب 1500 درهم واللي بغى شي حاجه مرحبا به وقفوا خويا الله يحفظك كما كتشوفوا الاخوان راه جميل جدا اللهم بارك واللي بغى شي حاجه مرحبا به الاخوان راه كنتواجد في سوق العيون الدار البيضاء اخر معروف هو كما كتشوف معنا البيرجي تبارك الله كلب اخويا شحال العمر ديالو؟ كما كتسموا الاخوان عام الثمن ديالو؟ 1700 اللي بغى كلب الحيرات تبارك الله ها هي 1700 وقفوا لنا نشوف تبارك الله الناس اللي كيبغيو كلاب الحراسه هما تبارك الله كما كتشوفوا راه بصحه جيده وحتى الثمن مناسب الثمن مناسب راه 1700 درهم اللهم بارك شكرا اخي الكريم الله يفتح عليك تبارك الله الاخوان كما كتشوفوا هذا الروض تبارك الله يلاه شراه الاخ تبارك الله اللهم بارك شحال انت في عمر اخويا 11 شهر الثمن ديالو اخي الكريم كما كتسمعوا الاخوان راه الثمن مناسب تبارك الله خدا ب 2000 درهم ها هو صحه جيده تبارك الله الله يبارك المولاي تبارك الله كاين شي لاطا كاين شي ديسيبليم اخويا هذاك الشيء اللي كاين اللهم بارك تبارك الله راه بياسه زوينه اخوان كما كتشوفوا تبارك الله 11 شهر زوين تبارك الله
الله يسخر لك اخويا كما كتشوف معنا هذا بيرجي تبارك الله اللهم بارك. شحال عنده بعمر هذا؟ عنده محمد. شحال عنده اسم محمد؟ محمد شحال عنده؟ شحال عنده؟ عنده شي 3 شهور اخويا. 3 شهور والثمن ديالو اخويا؟ الثمن ديالو تيكون كما كتسمعوا اخوان 2000 درهم بيرجي كما كتسمعوا اخوان بيرجي ارمو لاكاس تبارك الله الثمن ديالو 2000 درهم. والاخ هو راه كيبيع حتى كيبيع لي كروكات اللي بغاه مرحبا بها هو راه كيتواجد في القريعه عندنا ديال برا ديال برا كروكات ديال برا اخوان. شحال ديال هاد الخنشه هادي؟ الخنشه ديال اخو 300 درهم. هادي 300 درهم شحال فيها كيلو؟ 20 كيلو. 20 كيلو وهاديك ديال المشيشات؟ 80 درهم. 80 درهم وهاديك الاخرى اللي حداها؟ بجوج من 25 فرانك 250 درهم الاخوان ديال برا هادي. واللي بغا البيرجي تا هو تبارك الله كما كتشوفوا بيرجي الو ها هو تبارك الله زينات ايكو ايكو تبارك الله وكما كتشوفوا الاخوان. شكرا اخي الكريم الله يفتح عليك. كما كتشوفوا معنا الاخوان هذا المولوع تبارك الله هو. شحال اخويا الكليب هذا؟ 1500 درهم. شحال عنده في العمر ديالو؟ عام عام تبارك الله. هذا العسكر عنده عام تبارك الله كما كتشوفوا معنا الاخوان ها هو كليب زوين تبارك الله. نعم اخويا هي اللي كنا في الفيديو اخويا سألت عليه لا قالت عليك اه شوف عندك واحد الكلاور ديال واحد الكلاب عندي هي اخويا وغادي تشوف اخويا كما كتشوفوا مع الفريقات ديال بيرجي رويال ياك اه ما كورة 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 كيقول 800 درهم ونساوي 500 درهم الاخوان نساوي راه 500 درهم والكورة 800 درهم اه ما كما كتشوفوا معنا الاخوان كاين هاد الفريقات ديال مالينوا هولنديز هاهي هاهي امهم اباهم الاخوان هو هذا كما كتشوفوا والفريخات هما هادو الاخوان. شحال الثمن ديالهم اخويا؟ 1900 درهم الاخوان ها هما. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا به. هذا الاخ كيتواجد معنا في سوق قرعة بالدار البيضاء الام تبارك الله كما كتشوفوا الوليدات راه زوينين واللي خصاتو شي حاجه مرحبا به. هذا الاخ راه كيتواجد كل يوم السبت والاحد في القريعه لكن هاد الوليدات تبارك الله اللهم بارك ها هما بياسه زوينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك